دولة المماليك البحرية كلها كانت أسرة واحدة، يعني مش أسر مختلفة، اللي هي أسرة السلطان قلاوون، أولهم المنصور قلاوون اللي بنى القبة تالي هذا المسجد وهذه المدرسة. وبعدين كان السلطان يموت، ابنه يتولى بعديه حتى لو كان طفل. لما جهز الظاهر برقوق، وطبعا هو سمي الظاهر برقوق لانه ولي زهرا، هو يعني تولى الظهر وكان في عينيه فيها كده فتور ومسهمه شويه، فاميره اللي هو كان اشتراه الاميره البغا سماه برقوق، وكان شخصيه قويه وتولى السلطنه. فلما تولى السلطنه بدات المرحله الثانيه من دوله المماليك في مصر، اللي هي دوله الجراكسه. الجراكسه دول جنس موجود في منطقه اذربيجان وفي منطقه اسيا الوسطى، وما زالوا يعني موجودين كاسم الجركس بالتحديد في الاردن، يعني موجودين في الاردن وموجودين في سوريا، لكن في مصر مش هنلاقي واحد اسمه الجركس، لسبب لانه في مصر كما ذكرت فيها خاصيه الامتصاص، خاصيه الذوبان. مصر معدتها الحضاريه قويه بتهضم اللي بيعيش فيها، ولذلك احنا مثلا في التنبكشيه في الجزائر كان في تجار عجم، كان في تجار نقل، كان في تجار دخان. الاول يبقى بيجي بيتكلم عربي مكسر شويه كده، انا شخصيا عرفتهم وشفت منهم هنود حتى كانوا في خان الخليلي، يبدا يتاقلم شويه شويه بقى مع اللغه المصريه ومع المعايشه المصريه ومع العادات المصريه. الجيل الثاني بينسى الاصول اللي جه منها، ده بعكس جميع البلاد في العالم بما فيها البلاد العربيه. يعني في بلاد عربيه الناس فيها بتعرف من اسمائها، انتماءاتها الطائفيه او العرقيه او الجنسيه بتعرف من اسمائها، ما عدا مصر اللي فيها نغمه واحده وجنس واحد. فكان السلاطين المماليك اولا بيجوا من بره يتربوا في مصر، يتكونوا في مصر، يبتدوا صحيح انهم كانوا معزولين عن الناس لكن هم تكونوا هنا. لذلك انا بميل لاسم تسميه ابن اياس ليهم الامراء المصريه، يعني الامراء المصريه هم كانوا من هذا المنطلق، تكوينهم مصري، وبالتالي يعني اجنبيتهم لم تكن بالشكل المكتمل في اذهان البعض. إذن احنا عندنا مماليك بحريه ومماليك جراكسه، وبعدين في مماليك بقى مستواهم متدهور جدا، دول بعد ما دوله المماليك الجراكسه كان اول سلطان فيها الظاهر برقوق اللي احنا قاعدين دلوقتي في المكان اللي هو بناه، واخر سلطان فيهم السلطان قايد طومان باي اللي ما حكمش تقريبا لانه نصب سلطانا بعد ما اتهزم السلطان الغوري في مرج دابق شمال حلب سنه 1517، وبذلك زالت دوله المماليك المستقله وجه سليم العثماني. حصلت الكارثه هنا اللي تحولت مصر بمقتضاها من سلطنه مستقله بتحمي الحرمين طول فتره سلاطين المماليك، وبتحمي البحرين، الحرمين اللي هم مكة والمدينة الأراضي المقدسة والقدس الشريف، والبحرين البحر الأحمر والأبيض. خلالها المماليك صدوا خطر الصليبيين، أسر لويس التاسع في المنصورة في زمن الظاهر برقوق ده كان تيمور لانك، وده كان من التتر وكان بشع، وصل إلى حلب وأرس في زمن الظاهر برقوق وابنه فرج أوقف خطر التتر وأوقف من قبل خطر المغول في عين جالوت. إذن الدولة دي لابد يعاد النظر فيها، لابد يعاد النظر في تركيبها. ناس هتقول لي ظلم، ما هو الظلم وقع برضو على المصريين من المصريين، يعني اللي احنا يعني اللي عانيناه من بعض المصريين يمكن كان بيتجاوز بكتير على اللي عانيناه من سلاطين المماليك، لكن أنا بتكلم على فكرة النهضة، فكرة العمارة، فكرة العلم. المهم انتهت دولة الجراكسة في 1517، وجت دولة سليم العثماني، أصبحت مصر ولاية تابعة. المماليك تحولوا إلى شرازم وعاسوا فسادا في مصر،
نقص عدد سكان مصر من بعد دولة الجراكسر لغاية ما جت الحملة الفرنسية حوالي 5 مليون. وكان في أمراء حتى في عصر الانحطاط العثماني ده عندهم عناية بالفن وبالآثار زي الأمير عبد الرحمن كتخدة، وأنا درست في مدرسة بتحمل اسمه في قصر الشوق إن شاء الله هنشوفها. لكن انتهى أمرهم لما جه محمد علي وقضى على المماليك. بالمناسبة محمد علي تاجر الدخان الألباني هو مؤسس مصر الحديثة. هنا أنا مش بقول الأجنبي أفضل، لكن مصر فيها خاصية، فيها شيء خاص بتخلي الأجنبي مصري.